السلام عليكم حلي الوتيج، نخباركم. كنتمنى تكونوا جميعا في احوال طيبه. ان شاء الله اليوم نقترح عليكم واحد الكوفر تيجيو سهيلتي لذاد صحيين، وبطبيعه الحال غنعملوهم بواحد المكون ممكن يجيكم غريب او اول مره تشوفوه في الكوفر، اللي هو المكونات كيف ما كتظهر امامكم فهي بسيطه ومتواجده في كل منزل. غادي نحتاجوا الجزر، عندنا فيه 200 غرام ديال الجزر المبشور. يمكن لكم تحملوا زوجات كبار هكا او ثلاثه متوسطين. غنحتاجوا فيها معها عفوا 100 غرام ديال الزبده مع 125 غرام ديال الياغورت، ثم نحتاجوا 90 غرام ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره الكيماويه، زوج البيضات، و الدقيق بطبيعه الحال نحتاجو 250 غرام او ربعه. طريقه بسيطه، نقبطو الصلاديين ونضعو فيها زوج البيضات، نضيفو ليها 90 غرام ديال السكر. الا كان السكر الاشقر ولا الكاسونات من الاحسن، لان كنعرفو يعطي لون ذهبي مع الجزر. ثم نضيفو 125 غرام ديال الياغورت، من الاحسن يكون ياغورت بنكهه ديال المونغ ولا النكهه ديال المشماش او الاورانج، بالنسبه لي عملت عادي بالفاني. ثم تنضيفو 100 غرام ديال الزبده، ومن الاحسن الزبده تكون بحراره المطبخ. كنخلطوا هاد المكونات مع بعض. بالنسبه لي كيفما شفتوا الزبده عندي ما دايباش، داكشي علاش اضطريت نعمل الفوي. من بعد ذلك تنضيفو هذاك الجزر المبشور 200 غرام، تنحكو عادي في الحكاكه ديال المطيشه ديك العوينه الرقاق، ثم تنخلطو بشكل جيد. تنضيفو الدقيق، عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس، ثم تنضيفو الخميره الكيماويه. كيف ما قلت لكم ممكن تعملوا معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه ومعلقه صغيره ديال البيكربونات، سينو عملوا معلقه كبيره ديال الخميره الكيماويه. ثم تنخلطوا بشكل جيد. بالنسبه لي انا طحنتو، لكن نتوما حابين يبقاو هذوك الخويطات ديال الجزر فيكفيكم انكم غير تخلطوها عادي بالفوي. انا حبيت ان اللون يتماسكا باش الوليدات ياكلوه وما يردوش البال راه ان فيه الجزر، هكا تيجي الكولور ديالو كامل اورانج. يعني على حسب ذوقكم، لما كانش ولادكم هكا اي ما كيبغوش الجزر ممكن تخليوه كيبقى خويطات وسط الكوفر، كيجي غزال كيعطي المذاق الحلو كذلك اللون. الكوفري وكنوضعوا فيها كميه من العجين وكنغطيو عليها حتى كنشوفوا البخار بدا كيخرج من الجوانب، يعني ان المواد السائله كامله خرجت منها وتتحمر لينا من جوج الجوانب، يعني الطريقه المعتاده اللي كطيبوا بها لي كوفخ ديالكم. ثم تنقدموهم، ممكن نقدموهم بصوص شوكولا، ممكن نقدموهم بالكريم باتيسير تكون سائله بالنوتيلا بالنسبه للناس اللي كيفضلوها، يعني تيجيو رائعين جدا. المذاق ديال الجزر ما كيبانش نهائيا وتيجيو غزلان ورطيبين، والنكهه ديال الياغورت هي اللي كتكون تقريبا حاضره بزاف واللوين. يا سلام، كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لوليداتكم وتجربوا وتردوا عليا الخبر، لان كيف ما قلت لكم كتجي هيلسي، كيجيو رطبين من الداخل وهكا محمرين من على برا. كنشكركم حبتي للمتابعه.